تجربة مصرية رائدة، كل العالم بيتحدث عن نجاح مصر فيها، هي نجاحها في محاربة فيروس سي وإعلان بعض المناطق خالية تماما من فيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار العلاج من هذا المرض. التجربة دي أشادت بها دول العالم المختلفة وأشادت بها أيضا منظمة الصحة العالمية. ده ما كانش مرتبط بحدث، لكن الكلام والإشادة زادت يمكن مع الاحتفال باليوم المصري للكبد والحديث عن ضرورة أن تستلهم الدول الأخرى نجاح مصر في هذه التجربة وأن تحذو حذوها حتى تحقق مثل هذه المستويات من القضاء على هذا المرض. نتحدث عن هذا الموضوع معنا على الهواء مباشرة دكتور كوثر محمود وكيل وزارة الصحة. أهلا بحضرتك. الإشادة من جانب منظمة الصحة العالمية سبقها طبعا مجهود كبير جدا، صحيح، وإعلان مصر عن مناطق بأكملها خالية تماما من هذا الفيروس. إزاي قدرت مصر تحقق النجاح ده في هذه التجربة؟ هي في الحقيقة كانت خطة متكاملة يمكن اتنفذت في يعني الحدث الأخير اللي كان فيه منظمة الصحة العالمية، وكان فيه خبراء على مستوى العالم وأشادوا بالتجربة المصرية. الخطة في الحقيقة يمكن هي كانت معمولة من سنوات ولكن غير مفعلة، وقام بتفعيلها وزير الصحة الحالي أستاذ دكتور أحمد عماد الدين، وكانت على مستوى الجمهورية، وكانت بالاستعانة بأساتذة الجامعات المصرية، والحمد لله قدرنا نقضي على قائمة انتظار علاج مرضى فيروس سي. لكن احنا الإجمالي لعدد المرضى اللي نجحت مصر في علاجهم خلال هذه الفترة او خلال من خلال هذه الحملة قد ايه؟ لا، هي كل الإحصائيات في الحقيقة في وزارة الصحة، ممكن نبقى نشوفها بعد كده، لكن الرقم حاليا مش في ذهني يعني. طيب، في رأي حضرتك ايه سبب نجاح التجربة المصرية دي، وانه منظمة الصحة تطلب من الدول الثانية ان هي تستعين بالتجربة المصرية؟ ليه التجربة دي نجحت كده؟ تكاتف الجهود في الحقيقة، يعني اشتغلت منظمة الصحة مع طبعا وزارة الصحة المصرية، مع زي ما قلت الحقيقة استعانة وزارة الصحة بأساتذة الجامعة، مع تفعيل دور مكافحة العدوى على مستوى الجمهورية، مع اشتراك وكلاء الوزارة على مستوى المحافظات والإدارات. يعني هو كان فريق عمل متكامل بخطة واضحة طلع من وزارة الصحة بالمتابعة الجيدة. وفي الحقيقة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة يمكن كان بيعمل اجتماع اسبوعي مع كل الجهات المعنية عشان يتابع ويفعل الموضوع ده، عشان كده الحمد لله قدرنا نطلع بنتائج كويسة. احنا كنا مصر كانت مصنفة من الدول اللي فيها نسب عالية جدا من الإصابة بهذا الفيروس. انتوا الخطة هدفها كان بس العلاج ولا الوقوف على الاسباب كمان؟ طبعا الوقايه محتاجه تعرف طبعاً. الوقايه وده اتعرض في البرزنتيشن في نفس الوقت اللي كان مؤتمر اللي كانت حاضره فيه منظمه الصحه العالميه والدول الاخرى، ان الوقايه مهمه جدا جدا، لان احنا عندنا عدد مصاب وعندنا الحمد لله يعني الاغلبيه الحمد لله ما فيش الفيروس. فطبعا حتة التوعية المجتمعية سواء كان عن طريق التثقيف الصحي في المدارس أو المشهورة عن طريق الميديا، عن طريق وسائل المرئية والمسموعة، الوقاية طبعا زي ما احنا كلنا عارفين ومتعلمين خير من العلاج. ففي جزء كبير قوي وقائي وفي جزء كبير بنتعامل على الوقاية. ايه أهم الإرشادات اللي لازم نقولها؟ وإحنا لازم نعرف طرق انتشار المرض وطرق نقل العدوى عشان نقدر نقي نفسنا. اول حاجه ان احنا ما نستخدمش اي سرنجات مستخدمه، يعني انا لو انا محتاجه اخد حقنه بسرنجه هي سرنجه وان يوزد او استخدام مره واحده. تاني حاجه مهمه قوي قوي اتباع طرق مكافحه العدوى داخل المستشفيات والمؤسسات، سواء كانت المستشفيات حكوميه او خاصه، خصوصا عيادات الاسنان في الحقيقه لان بينتشر جدا فيها هذا المرض من الالات الغير ملوثه الغير معقمه. الحلاق نفسه بندي توعيه مجتمعيه للمجتمع، الحلاق نفسه لازم يستخدم أمواس الحلاقة برضو استخدام مرة واحدة، ما يستخدمش من شخص الآخر. نقلل من عملية الوشم، لأن الحاجات دي برضو بتعمل الوشم بيستخدمه سنون وحاجات بتنقل من فرد الآخر. طبعا بتنتشر أكثر بين المرضى المدمنين بيستخدموا نفس السرنجة، يمكن دي أكثر طرق انتشار العدوى. فلو انا قدرت اعرف طبعا، وان انا استخدم حاجات شخصيه، فرشه سنان تبقى بتاعتي، في حاجات اي حاجه ممكن تعرض لنقل الدم ملوث بالظبط، لان هو بينتقل عن طريق الدم. طبعا وداخل المستشفيات بقى اتباع طرق مكافحه العدوى خصوصا داخل وحدات الغسيل الكلوي. طيب، ده بيتطلب من الدوله كمان رقابه اكيد. طبعا ما هي اللي بيعمل كده اللي بيقوم بالحاجات دي
إدارات مكافحة العدوى في وزارة الصحة. هي اللي بتدي التوعية المجتمعية وبتنزل فرقها وبتدرب الفريق الطبي. في الحقيقة يعني هم قايمين بمجهود كبير، لأنه الأهم من الوصول للنجاح هو الحفاظ عليه، يعني إن إحنا نحقق مستويات عالية في العلاج والشفاء. صحيح. لكن ما نرجعش تاني. صحيح. لأسباب إن شاء الله مش هنرجع زي ما قضينا الحمد لله على بلاريسيا وعلشان الأطفال، إن شاء الله ما نرجعش بإذن الله. طيب العلاج المصري المتوفر لفيروس سي، حضرتك كلمينا عن فعاليته وإزاي قدرت الدولة توفره بهذا الكم. انا هقول لحضرتك، يمكن انا تخصصي اكتر في التمريض وهنتكلم عن جزئيه التمريض، لكن كان في تفاوضات لان انا وكيل وزاره الصحه، مع زائد ان انا نقيب عام تمريض في مصر، فكنت بتابع في الحقيقه يعني المجهود اللي بيقوم بيه معالي الوزير في الوزاره، ان هو عمل يعني تفاوضات كثيره مع شركات الادويه لغايه ما قدر يمكن ينزل من 10 اضعاف لغايه الثمن اللي احنا وصلنا له ده. طيب هاي بتقولي تخصصك التمريض. أيوة. التمريض له دور طبعا أكيد. في موضوع العلاج من فيروس سي. اكيد. كلمينا اكتر. اكيد، يعني انا عايزه اقول لك ان جزء الوقايه قايم 90% على الممرضه اللي موجوده داخل وحده الغسيل الكلوي، اللي لو اتبعنا كلنا كفريق صحي اسس مكافحه العدوى داخل الوحده هنقي كل المرضى اللي موجودين. دايما اقول ان الممرضه اقرب يمكن حد في الفريق الصحي للمريض، هي اللي بتقدر تدوله المشوره والتثقيف الصحي، بتقدر لو في اي اعراض وعلامات بتقدر توجه المريض. وعايزه اقول لك ان زي ما احنا بنتكلم على المرضى، فالفريق الصحي هو كمان بيتعرض لهذا الفيروس. وانا عندي مجموعه من هو كمان مهمه طبعًا جدا طبعًا. ازاي بتقدروا تحموا طاقم التمريض؟ في عندنا ستاندرد او معايير معينه لمكافحه العدوى، معايير عالميه، وعندنا أدلة عمل استرشادية طالعة من قطاع مكافحة العدوى والوقائي في وزارة الصحة، مع الفريق بينزل يعمل دورات تدريبية لكل الفريق الصحي، وعندهم بوليسي أو سياسة عمل للوقاية من حاجات كتيرة. إزاي نتعامل لو إحنا بنعمل نقل دم المريض، لو إحنا بنعمل جلسة غسيل كلوي المريض، لو إحنا بناخد عينة من المريض أو بنديله حقنة، نتعامل مع السرنجة إزاي. وفي الحقيقة مع الوزير قال حاجة أول مرة مصر تعملها، إن هم أنشأنا في مصر من خلال وزارة الصحة مصنع للسرنجات اللي هي زيتية التدمير، إن أنا خلاص بقى يعني مجرد ما أدي الحقنة تخرج أوتوماتيك السن بقى مغطهوش ومرمهوش عشان حد تاني يتشك. فالحمد لله إحنا بدأنا في الحقيقة يعني نخطو خطوات سريعة ومؤثرة إن شاء الله في كنا في وقت من الأوقات بيقال دايما إنه مصر فيها أمهر أطباء لكن عندنا مشاكل في التمريض، عملية ما بعد الجراحة، ما بعد العملية، ما بعد أو فترة النقاهة. ده بقى المفهوم الخاطئ في الحقيقة، والانطباع السيء اللي يمكن زودته وسائل الإعلام. يمكن أول حد بدأ فيه دكتور مجدي يعقوب، لكن النهاردة مركز مجدي يعقوب في أسوان ما فيهوش ولا ممرضة أجنبية. لكن عايز أقول لك إن المريض قبل ما يخش العملية بيبقى محتاج رعاية، اللي بتديها له بنسبة 100% الرعاية دي الممرضة. أثناء العملية الطبيب ما بيشتغلش لوحده، الممرضة بتساعده، فالعملية لو نجحت فضل ربنا، فضل الممرضة والطبيب. بعد العملية الدكتور بيقوم 10-20% والباقي كله كله على التمريض. ما عشان كده ولكن احنا عندنا انطباع نجاح العملية قديم. بيعتمد انطباع على الفترة دي قديم. يعني الانطباع ده المفترض ان هو اتغير. الممرضة المصرية أكفأ ممرضة في العالم، وده مش عشان أنا مسؤولة عنهم، ده بوقائع وحقائق. وعندنا الممرضة الفلبينية في مصر في بعض المستشفيات الخاصة في عدد، هم في الحقيقة بيتميزوا بأنهم مبرمجين، ما بيفكروش، بيمشوا على السيستم. احنا محتاجين نفكر ومحتاجين نمشي على السيستم في نفس الوقت. يعني مشكلتنا في موضوع السيستم ده، يعني سيستم في على مستوى البلد. على مستوى البلد طبعا. بس بما انه احنا بنتكلم عن قطاع مهم، قطاع الصحي اللي هو والتمريض متعلق قوي بحياه الانسان. التمريض متعلق بحياه الانسان، والتمريض تعتمد عليه نجاح المنظومه الصحيه كلها بنسبه اكثر من 70%. لكن التمريض عضو في فريق، فلو قلنا النظام يبقى النظام على الكل، يبقى الفريق كله متواجد. لان الممرضة لأنها أكثر تواجداً في المكان، أكثر احتكاكاً بالمريض، أكثر عدداً القوى التمريضية في المؤسسات الصحية، فيمكن اللوم بيلقى عليها، رغم أن إحنا زي ما قلنا لو المنظومة متكاملة، لو عندي الأدوية متكاملة ما بطلبش للمريض يشتري حاجة من برة، لو الأجهزة عندي كلها شغالة ما بقولوش طب اخرج. فده كله في الحقيقة اللي بتحاسب عليه التمريض. لو الدكتور مش موجود يعني حاجات كتير قوي. فإحنا محتاجين بيئة عمل مناسبة متكاملة تظهر
تظهر دور التمريض المصري. طيب ايه نوع التدريبات والدورات التدريبيه وتحسين كفائتهم؟ يعني ازاي بيحصل ده؟ احنا في الحقيقه ماشيين يعني في الوزاره وفي النقابه حملات تدريبيه مكثفه، بننزل لهم محافظات، جميع محافظات مصر، الوادي الجديد والجنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الاحمر. فريق الوزاره والنقابه في الحقيقه شغالين، عندنا دورات اساسيات التمريض. كل تمريض مصر لازم يعرف يعني ايه انعاش قلب رئوي، يعني ايه مكافحه عدوى، يعني ايه امان وسلامه مريض، ومهارات التواصل واخلاقيه المهنه مهمه جدا للجميع في الحقيقه. فاحنا شغالين في الاثنين، عاملين دبلومات، يعني عاملين بروتوكولات مع اكاديميات زي اكاديميه السادات وبعض الجامعات المصريه، بندي دبلومه مهنيه للتمريض البكالوريوس ودبلومات التمريض. احنا شغالين في التدريب الى حد ما معقول يعني. طيب السؤال الاخير لحضرتك عن التجربه بتاعت علاج فيروس سي، ازاي تكون تجربه ملهمه لينا في القضاء على امراض اخرى قد تكون منتشره وبنسب كبيره في المجتمع المصري؟ هو يمكن اكثر حاجه في الوقت الحالي هو فيروس سي، لكن طالما احنا طبقنا، يعني احنا عندنا خلاص الفكره، عرفنا المبادئ الاساسيه، هو تكاتف الجهود، هو الامكانيات طبعا البشريه والماديه دي مهمه جدا جدا، هي العزيمه والاراده السياسيه دي مهمه قوي، زائد الاراده المجتمعيه. الاراده السياسيه لان كان مهتم بها جدا في الحقيقه فخامه الرئيس، مع طبعا رئاسه الوزراء، مع الوزراء المعنيين على راسهم معالي وزير الصحه. الاراده السياسيه في الحقيقه هي يمكن نجاح اكثر من 50% من هذه التجربه. والاراده المجتمعيه، المريض بقى نفسه اللي يعني لقى بريق امل، وفعلا كلهم كانوا في الحقيقه يعني بيجروا عشان يقدروا يعني يسجلوا اسمائهم ويحصلوا على العلاج. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. دكتوره كوثر محمود، وكيل وزاره الصحه، على وجودك معنا في هذا الحوار. شكرا جزيلا. ومشاهدينا مستمرين معكم وقفات اخرى بعد الفاصل.